السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خوتي، نوليو فيديو جديد مع فيديو هذا مع المراركة اللي يريدون فتح الحدود بين الجزائر والمغرب. تابعوا معنا هذا الفيديو ولا تنسوا تعميل القناة فضلا وليس امرا. شاهد الفيديو. والله حلولنا البلاد ما نهربوا الاخوان، وحق الله تحلولنا البلاد ولا تنهربوا. وين تجي ربك؟ وين تجي يز؟ وحق ربنا من الناس اللي باغي يهرب من البلاد. حلولنا الحدود ولا تنهربوا على هذه الاسعار هذه. وين تجي؟ راهي من يوكا يا زبي، راهي لا نيوك هنا. بزاف الاخوان احلوا لنا راسي خلينا نهربوا، والله طلقونا نشوف حالاتنا من هاد البلاد. وبزاف كي غنديروا الاولاد؟ كيفاش غنديروا هاد الاولاد؟ كيفاش غنعيشوا هاد الاسره؟ كيفاش غنزيدوا لقدام؟ اللي بالكم باللي المالك نتاعهم ما على بالوش بالشعب، بكل ياكل ولا ما ياكلش ولا يموت ربي يعاونه، ويجي يقول لك يدير لك فيديو يقول لك حل الحدود باغي ندخل. واش بنادم بغى يدير حدا ولا صاحبي تيخفقف؟ رئيس الجامعة ديال بن المسيك راه بزاف تقرش يا مونتي داك هي 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 شنا قانون اخويا بيا اخويا هي كنقطع ليك انا. الشعب مغلوب على امره، واش راح دير؟ الغالب معاش المالك مهلي فيهم باش الله اعلم. المالك راه ما على بالوش بيهم بك، لا ماتوا ولا جاعوا ولا ما جاعوش، ربي يعاونهم. اخويا باغي تقاتلو فيك تخرج بيك انا ما كنعرفش حال. كتجيبي 100 درهم هنا ما تجيبي بها حتى الملك سلطان.